12 جوز فراخ سعر الجوز ب 30 قرش، يبقى كده حسابهم كام؟ يبقى كده 360 قرش. بسم الله ما شاء الله. و 30 بيضه سعر البيضه الواحده ب 3 تعريفه، يبقى كده الاثنين ب 3 ساغ، يبقى 45 قرش. اسم الله عليك. يبقى كده بقى حساب الفراخ والبيض يطلعوا كام؟ كله على بعضه 4 جنيه وشلم. هو ايه ال 4 جنيه وشلم يا ام صباح؟ مش غالي كده؟ الغالي رخص لك يا حبيبتي. تعيشي يا اختي. طب بلاش تعملي لنا احنا حساب، قولي احنا اولادش. اعملي حساب للحاجة ابو شعيشة اللي بعتك. هو الحاجة ابو شعيشة هو اللي بعتك ولا احنا مش باب رزق جديد واتفتح لك؟ والنبي يا اختي لو تشوفي البهدله اللي انا بتبهدلها في الطريق بالشيله دي، لا صعب عليك وتديني كمان 4 جنيه فوق ال 4 جنيه دول، وكفايه قومت من النجمه وسايباني لعيالي وسايباني المانيه الشحه كلها ومروحه لمحطه القطر ونزلوا من محطه الجيزه، وافضل الف على كعوب رجليا طول النهار زي المكوك من الدكانه دي للدكانه دي ومن البيت ده للبيت ده. بقول لك ايه، انا كل اللي معايا اول عن اخر 4 جنيه اهو، والشلم بقى كانك نقطتي بيه مراتبني. نقطه مراتبنك دي عندي وهجيبها لك لغايه عندك، من اللي عندي قبل اللي عندها. بس والنبي يا اختي ما تكسري بخاطري في السعر، وكفايه ان انا جيت لك في الاستباحه اللي المفروض ان كنت اروح بيها للحاجه ابو شعيشه. يا اختي قولي له الحاجه رتيبه خدت وش القفص. وانا لسه هروح له، ما انا رحت له ويا دوبك لسه بفتح القفص قال لي لا خد القفص بحاله كده، روح للحاجه رتيبه تاخد اللي هي عايزاه كله منه عشان النفس اللي جوه دي واللي اتبقى منها هاتي. يعني انت رايحه دلوقتي لعم ابو شعيشه؟ ايوه يا ابني. عايز حاجه تانيه؟ عاوز سلامتك يا حبيبتي. خير يا احمد يا ابني؟ في ايه؟ ها؟ ايه؟ طب ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هات كرسي هنا يا ابني. حاضر يا محمد. خد اشرب لك بقه ميه. خد. هي ام صباح جايه لك يا عم ابو شعيشه؟ ام صباح بتاعت مانيا الشيحه؟ لا بتاعت البيض. قلت لها لما تخلص عندكم وتاخدوا اللي يلزمكم تجيلي. انت عايزها في ايه؟ انا كنت عاوز اشتغل معاها يا عم ابو شعيشه. من غير ما اسالك هتشتغل معاها ازاي وفي ايه؟ انا ضمك يا عم. تعيش يا عم ابو شعيشه، ربنا يخليك. انت فطرت يا احمد؟ اه الحمد لله. صباح الخير يا حاجه ابو شعيشه. يا صباح الفل يا ام صباح. اي جات لك يا عم؟ شوف بقى عايز منها ايه على ما افطر. قلت لي اسمك ايه؟ احمد توفيق. اتفضل يا استاذ احمد توفيق. بعد المدرسه يا احمد. هو ده برضه اللي احنا اتفقنا عليه يا عم رجب؟ امال احنا اتفقنا على ايه؟ البيضه بقرشين ساخ، يعني حسابنا 150 قرش. وعندك ثلاثة مشروخين؟ لا في دي عندك حق. وطالما اعترفت بالحق انا هجيب لك بقية حق. انا كده الحصة الأولى بدأت، انا ماشي. يا عم مصبر ناخد فلوس. اتفضل. تعيش يا عم رجب ربنا يخليك. يلا بينا. انت قلت لي عاوز كام بيضة؟ يعني 200 300 اللي تقدر عليهم. ان شاء الله هجيب لك اكتر. يلا بينا. هتجيب منين بقى 300 دول يا اخويا؟ من عند ام صباح. ام صباح ما بتجيش الا يوم الجمعة. وهي دي مشكلة يعني؟ انزل لها انا. ازاي بس؟ دول بيصحوا من النجمه، ده انا قبل ما اروح المذبح بيكونوا هم نزلوا وراحوا المدرسه. دول داخلين على اكتر من شهرين بيجوا المدرسه في الحصه الثانيه والثالثه، ودول هم اولاد الحاج توفيق، والله لو كنت كتبتهم غياب. الله يبارك لك يا استاذ عبد العليم. كل. بيروحوا فين العيال دي من النجمه؟ طيب يا اولاد توفيق. خلاص صحيت بدري وقطعت نفس دي. يا ابني هو ده كمان الجري الفارع على كتير الجيزه عشان نربى الطعام عشان بضاعه المصباح. يعني احنا هنلحق نجيب البيض ونلف على الدكاكين نوزعه كمان نروح المدرسه؟ كل ده هيبان لو ام صباح صدقت في كلامها. والله العظيم انت شكلك في الدنيا في 60 ده. اسكت بس وتعالى استنى ام صباح. تعالى. ايه ام صباح؟ ايه بنقابل ام صباح في محطه الجيزه ناخد منها البيض. محمد يكون مأجر عجله ومستنيني، نحط عليها قفص البيض ونروح نوزعه على عم رجب بقال والحاج شعلان بتاع شارع الصناديلي والعراقي. بناخد منها البيض ونبيعه زيادة تعريف. يا ولاد الكبش. وتروح منكم المدرسه وتضيعوا في الاخر. ما المدرسه عاوزه كتب والكتب عاوزه فلوس والفلوس ما بنشوفهاش. الله الله الله، يعني ايه؟ بصراحه كده يا حاج احنا ما بناخدش مصروف. ما هو لو تعرف انت واخوك انا مانع عنكم المصروف ليه؟ كنت تحبوا على ايدي وتشكروني. ليه يا حاج؟ عشان تعملوا اللي انتوا عملتوه ده. انتوا مش ولاد توفيق، انتوا ولاد ابليس. الحاج محي كان راسه 1000 سيف ما يحمل حاجه على العربيه لما ياخد فلوسه كامله. ايوه بس انت ما اديتوش فلوس. وانا هديله فلوس منين؟ ما الفلوس معاك اصلا. ايوه صح، وحملت العربيه. اه حملتها بس بعد ما حلفت له 100 يمين ان احنا هنسدد له فلوسه كامله النهارده. لا معلش بقى، يخبط دماغه في الحيط.
يخبط دماغه في الحيط ازاي؟ طب الحلفانات اللي انا حلفتها؟ معلش صون يا محمد. في ايه؟ لا اله الا الله، يعني نعمل ايه يا محمد؟ عندنا معرض نخنق نفسنا؟ عموما هو ما خدش بحلفاناتي دي، وامن السواق ما ينزل حاجه من على العربيه الا ما ياخد فلوسه كامله. الله، مين السواق اللي جا معاك؟ خضر. طيب خلاص، سيب لي انا خضر اتصرف معاه. تتصرف معاه ازاي يعني؟ يا سيدي سيبنا اتصرف معاه، انت مالك يا محمد؟ انا مالي ازاي؟ هناكل فلوس على الراجل يعني؟ من امتى بناكل فلوس على حد؟ لا ما تخلينيش ازعق. لا اله الا الله، من امتى بناكل فلوس على حد؟ هنديها له بس بعد المعرض. طب وانت هتعمل ايه يعني مع خضر؟ يا دي خضر ازيك يا خضر؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا دكتور، يكون في معلومك مفيش قفص ولا صفيحة هينزلوا الا لما اخد فلوس البضاعة كلها. يا ابني هو في حد جاب سيرة قفص ولا صفيحة؟ لا اله الا الله، مالك جاي عليا سخن كده؟ انا مش سخن ولا حاجة، انا بنفذ كلام الحاج محيي بالحرم، وهو قال لي اعمل كده، وهني مش هعمل الا كده حتى لو ضربتوني بالكرابيج. لا اله الا الله، يا ابني حد جاب سيرة كرابيج؟ مفيش كرابيج خالص خالص، هما ثلاث بنيات بس، واحدة في عينيك وواحدة في مناخيرك وواحدة في بقك. التلاتة دول هنديك عليهم 20 جنيه. تروح للحاج محي تقول له ضربوني وبهدلوني وخدوا البضاعة ونزلوها حطوها في عربية تانية. ماشي؟ وتقول أنا رحت القسم وعملت محضر وادي رقم المحضر أهو. ها إيه رأيك؟ رأيي في إيه يا دكتور؟ إنك تروح البلد معاك البضاعة دي كلها وما معكش ولا تعريفة ليك، ولا تسيب البضاعة ويبقى معاك 20 جنيه. طب والتلات بنيات يا دكتور؟ لا أنا ماليش دعوة. انت تضربهم بنفسك، حد يضربهم لك يا عم، بنياتك وانت حر فيها. والمحضر؟ مفيش محضر اصلا ولا حاجه، انا هديك اي رقم وخلاص، وانت تروح تقول له ده انا رحت الاسم ورقم المحضر اهو. ايدك على 20 جنيه يا دكتور. عايزهم عشرات ولا جنيهات؟ جنيهات. وسع يا عم للجنيهات. يا محمد، محمد على فين يا دكتور؟ الله، هنروح نوزع البضاعه عشان نجيب الجنيهات. طب اوعى والنبي يا دكتور تجيب سيره ابويا الحاج محيي لحسن كان يموت. ليه اكون؟ اتفضل. قلب انا وشيفة يا سيدي. حاج توفيق؟ محسوبك المعلم توفيق. اؤمر. الامر لله. مش انت ابو الدكتور احمد ومحمد؟ ايوه انا ابوهم. ايه خير؟ حصل لهم حاجه؟ لا ما حصل لهمش حاجه، بس هيحصل لهم باذن الله لو ما جبتليش حق. الله الله الله. طب الهداوة مش كده امال؟ حقك ده ايه يا سيدي المعلمين؟ قول لي ايه العباره بس من الاول بالراحه كده. العباره بالمختصر المفيد ان ولادك نصبوا عليا في مبلغ كبير، وزي ما انت شايف كده العربيه ديت محمله رجاله بشوم بسنك. فلوسي ترجع الرجاله تمشي، فلوسي ما ترجعش الرجالة هتكسر محلتك وعيالك وتكسر عظمك انت كمان. ايه يقولك بقى؟ لا 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 لا، ليه كده يا سيد المعلمين؟ ليه الدخلة واللبش دي؟ لو ليك حق واجب تاخده، ما نتفاهم بالراحة كده، ملوش لزوم الرجالة والشوم والتكسير والسكاكين. انت فلوسك كام بالظبط؟ 3000 جنيه. بتقول كام؟ في الحقيقة أنا ما أقدرش أكلم وزير التربية والتعليم في الحكاية دي، لأن منع إقامة أي معارض هو قرار أمني وأكيد صادر من أعلى سلطة في الاتحاد الاشتراكي. تمام سعادتك، بس اسمح لي يعني على حسب معلوماتي القليلة جدا أن السلطة العليا للاتحاد الاشتراكي يهمها جدا أن الجماعات يصافوا الشيوعيين. لا 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 لا، أنت فاهم غلط خالص. إحنا مش عايزين حد يصفي حد، إحنا عايزين كل واحد يعبر عن نفسه بكل حرية ويعمل اللي هو عاوزه، بس بدون دم وبدون مجازر. أنا كنت فاهم غير كده خالص. فاهم غلط فعلا. أكيد، واللي أنت مش فاهمه كمان، في اتجاه دلوقتي لإنشاء منابر جوه الاتحاد الاشتراكي. المنابر دي هتعبر عن كل التيارات السياسية. منابر بمعنى إيه سعادتك؟ مش فاهم. بعدين هفهمك. اللي عايزك تعرفه دلوقتي، مش هقدر أكلم وزير التعليم، وبالنسبة للجمارك ماليش سلطة عليهم، مش هقدر أعمل لك حاجة. يا فندم أنا مش عايز حضرتك تعمل لي أي حاجة، العفو. أنا عايز حضرتك تعمل لهناء بنتك. عموما هكلمهم يا سيدي وأوصيهم، بس هتدفعوا جمارك، هتدفعوا جمارك، ما يقدروش يعفوكوا لكن ممكن يرعوكوا. قولي أنتوا جايبين حاجات كتير قوي؟ لا مش كتير ومش قليل. أنا هكلمهم وأوصيهم زي ما قلتلك، وهديك كارت كمان. ربنا يحفظك يا فندم.
يمكن يساعد. العفو يا فندم، طبعا هيساعد، العفو. بس ما قلتيش حضرتك المنابر عبارة عن تنصب على الناس يا احمد؟ لا عاش ولا كان اللي يقول كده يا حاج. لا عاش وكان يا دكتور، وجالك عشان ياخد حقه كمان. امال فين سميحه؟ ما تخافش، ما عرفتش حاجه. فلوس الراجل فين يا احمد؟ موجوده يا حاج. ولما هي موجوده ما رجعتهاش ليه؟ كلت علي حق ليه يا دكتور؟ احنا ما بناكلش حق حد. انا قلت لهم يا احمد على اللي حصل بالظبط. قال لي انكم ضحكتوا عليا حتى خضر. لا لا خضر ما ضحكش عليك ولا عمل حاجه، احنا اللي محقوقين. بس انت برضه يعني كنت محبكها مع محمد قوي. فيها ايه لما تستنى على فلوسك؟ ما احنا بنستنى على البقالين لما نديهم بضاعتهم. على فيها ايه لما تستنى انت كمان؟ يا سلام يا اخي، فلوسه هو حر فيها، يستنى ما يستناش، شيء ما يخصكش. كلامك مظبوط يا حاج. اللي يخصنا دلوقتي يا احمد، الراجل ده ياخد فلوسه ويمشي من هنا مرضي. الراجل ده عمل لنا خاطر وكبرنا، ومشى الرجالة اللي كان جايبهم عشان يكسروك ويكسروني ويكسروني المحل. لازم نشتري بخاطره ونرجع له فلوسه. تقب تختص يا سيد الدكتور، فلوسه ترجع قبل ما النهار يطلع. فاهم ولا لا؟ فاهم، بس ممكن يعني بعد النهار ما يطلع. خلاص، يبقى يبات معانا للصبح. يبات فين بس يا حاج؟ في اي حته يا محمد. لا يبات فين؟ لا مفيش داعي للبيات، انا هجيب له فلوسه النهارده دلوقتي. استغفر الله العظيم يا رب. طب لما هي الفلوس موجوده ما اديتهاش للراجل ليه؟ معلش انا هفهمك بعدين يا حاج. في الفتح. وانت عايز فتح فيها؟ ما رضيناش نقول فتح عشان مراته ما تعرفش تعمل لنا فضيحه. خير ما فعلت. ماشي يا حاج محي، انا هديك فلوسك دلوقتي، بس مش هديها لك بالمصري، قالك ريالات. ريالات؟ هو الدكتور بيتاجر في العملة ولا ايه؟ ايه ده؟ هي العملة كمان بيتاجروا فيها؟ امال يا حاج. وهتجيب الريالات دي منين يا سيد الدكتور؟ بعدين يا حاج، هقول لك بعدين عن اذنكم. ولا ما جيتش؟ فين الريالات اللي كانت في الدولاب؟ انت بتكلمني كده ليه يا احمد؟ يا ستي فين الفلوس؟ اخص عليك، دي طريقه اتكلم بيها مراتك. الفلوس هنا. هنا فين؟ انا شايلها تحت المرتبه عشان ما تتنطرش هنا ولا هنا. معلش سامحيني، اتخضيت اما ما لقيتهاش في الدولاب. انت ايه الحكايه؟ انا دخلت وولعت النور وقفلت الباب وفتحت الدولاب وانت ما صحيتيش فيه. مش عارفه مالي يا احمد، بقيت انام كتير قوي اليومين دول. طب قومي يا سامح، خليني اجيب الفلوس من تحت المرتبه دلوقتي. ايوه دلوقتي يا ستي، يلا بقى. حاضر. ايوه عارفاه، محي ابن الحميده ده راجل ضلالي ومفتري، بياخد مننا الحاجه كده بتراب الفلوس. امه اسمها نحمده؟ هي كانت زيه بتموت في الفلوس. ايوه كده اللي عليها، وسمعينا صوتك كده من بدري. الله يكبر مخاطرك. اهو محي ده بقى افترى علينا احنا كمان يا صباح، عايز يبقى لنا البيض واللبن والجبنه بالغالي، عشان كده احنا عايزين نشتري من حد غيره. جه في بالي امك الله يرحمها، جيت لك عشان كده. انا اديلك طلبه، كل حاجه انت عايزها، البيض واللبن والجبنه، كل حاجه انا عندي. يا صباح، دي مش هتقدري على الكميه اللي احنا طالبينها، احنا طالبين كميه كبيره قوي. انت مستقلي بيا يا الاستاذ ولا ايه؟ ده انا بروم لك البلد دي كلها والبلاد اللي حوالينا، واجيب لك كل اللي انت عايزه، بس تديني قرش في ايدي. ماشي يا صباح، وبدل القرش هيبقوا قرشين، والفلوس هتجري في ايدك كمان. بس اهم حاجه الحاجات دي تكون عندي بكتير وبكره. ماشي، بس انديري بقى يا بنت الناس كده بينك وبين ربنا. لو ربنا كرمك والقرش جري في ايدك، طلعي الست الغلبانه دي عمره عشان ابنها اللي مات الله يرحمه كان ناوي يطلعها.
خلص عليها الله. انت عاوز بلدوزر؟ الظاهر انه مش هنا. خلاص انا عرفت البيت، هبقى اجي ادق عليه تاني. اهو اهو. ايه يا خضر كل ده مش سامع؟ معلش كنت نايم. وحد ينام دلوقتي يا اخي؟ اصحى لا يعني، واصحى لا. ابويا الحاج محيي الله يسامحه قطع عيشي من ساعه العمله السوداء اللي عملتها انت والدكتور. لا بعد كده هتشتغل ليل ونهار، مفيش قعدان خلاص، مش هتفضل تهرش الهرش اللي انت بتهرشه ده. من دلوقتي تنزل مع صباح تلفوا على البلد تلموا البضاعه اللي تقدروا عليها، ومن بكره الصبح تكون مشحونه لي في عربيه. ده عم محيي لو عرف ده كان يشردنا اكتر ما هو مشردنا. ولا يقدر يعمل حاجه، ده انا اطح نفسي عليه، ده قوتي وقوت عيالي. خليك انت معايا وسيب الباقي على ربنا، ده انا ما صدقت اتفتح لي باب رزقي معاهم. لا ومش اي باب يا صباح، ده باب كبير قوي هيفتح. يلا يا خضر خش طص وشك بشويه ميه وتعالى. ايوه بس كده يبقى في مشكله في اللي انتوا بتقولوه ده. مشكله ايه لا سمح الله؟ احمد مفهمني ان المصلحه ماشيه زي الحلاوه وما جابليش سيره اي مشاكل. احمد نفسه ما عرفش حاجه عن المشكله دي يا حاج. الله يعني ايه نسبتي هي المشكله يا محمد؟ خلي بالك انا اللي حكمت بكده وانا اللي قللت. ده احمد كان عايز يديني النص وانا قلت له ما ينفعش، الاسم على ثلاثه. ما تهدى بقى يا عم، انت سخنان علينا ليه؟ وطي صوتك عشان انت قاعد. نفهم فيه ايه؟ قول يا محمد فيه ايه؟ الراجل اللي اسمه محيي ده عايز يدينا البضاعه زياده عن سعرها، وانا بقى قفشت معاه وقلت له مش هناخدها الا بالسعر القديم. وهي بقى دي المشكله يا محمد، خلاص انا هروح له وخلص الحكايه دي معانا. لا تروح له ايه؟ اوعى تعمل كده، انت تصغر لي ولا ايه؟ انا خلاص قفلت معاه السكه دي خالص. يعني ايه انا مش فاهم؟ المصلحه باظت؟ مكسب 2000 3 في الاسبوع ضاع علينا؟ اسمع يا احمد انا ما ينفعش معايا الكلام ده. اهدى بقى يا حاج فتحي. الله انا اتفقت مع صباح اللي هي بنت ام صباح الله يرحمها، هي اللي هتورد لنا البضاعه اللي احنا عايزينها، والمفروض خضر كان جابهم بس المظاهرات بدات. ما ينفعش يا محمد، احنا عايزين بضاعه كتير قوي كل اسبوع، ما اعتقدش ان صباح هتقدر توفرها لنا. يا جماعه مش عايزين نطلع منظرنا وحش قدام التجار كده، هياخدوا من اي حد غيرنا. اسمع بقى منك ليه، انتوا شوفوا لكم حل في مشاكلكم دي. انا عايز اطمن على فلوسي. اطمن يا حاج فتحي الله يبارك لك. انا ومحمد النهارده هنسافر وهنشوف ايه الحكايه ونحلها. لا سيب لي محمد النهارده انا عايزه. ليه يا حاج خير في ايه؟ خير ان شاء الله، في ناس بعتين معايا فلوس من السعوديه عايزين نروح لهم ونديها لهم النهارده. فلوس ايه دي يا حاج؟ جرى لك ايه يا احمد؟ فلوس يعني فلوس؟ في حاجه اسمها فلوس ايه يا حاج؟ ايه يا عم ما انا متزار من كده. اهدى شويه، انا عايز اسال يعني مصري ولا ريالات يا اسطى؟ انت يا اسطى انت جدع، انت يا جدع تك على الفرشه شويه. انت ايه يا اخي استغفر الله العظيم يا رب، بتحسس على الحيطه. يبقى اصبر يا حاج، اصبر عليا وفي الاخر ابقى احكم عليا. في الاخر لو انا هستنى للاخر؟ طب ايه في الباب اللي الشغل باظ منك؟ من الاخر هعمل ايه انا ان شاء الله؟ انام جنبك لغايه ما تعيد الشغل اللي انت بوظته. يا عم ما ترغيش ما ترغيش، اشتغل على طول ما تزعلش عم التوفيق. حاضر يا عم حبش. ايه قلت ايه؟ حاضر يا عم حبشي، يعني تقول لي حبشي حاضر وانا اتقوح معايا وتقول لي في الاخر؟ حبشي الواد ده يتغير. هتقول لي يا محمد ال 5000 جنيه بتوعه اللي خدهم الحاج محيي عملوا فرق 250 جنيه، ده عشان محيي حرام، انما هما كان ممكن يعملوا اكتر من كده. كانوا ممكن يفرقوا معانا 100 جنيه لو كنا استنينا للصبح بس، لان انا لما سالت طلع الفرق 7 ساغ مش 5 ساغ زي ما الحرامي ده حاسب احمد. 7 ساغ؟ طب ما استنيتوش ليه؟ عمل قلق وغاغه، انا كان نفسي اخلص منه باي طريقه. ابن الحرام ده على كده الفلوس دي لو انا فكيتها من معرفتي كانت فرقت معايا كتير قوي يا حاج احمد. معايا؟ ايه معايا دي؟ لا مفيش حاجه اسمها معايا، مفيش حاجه اسمها انا وانت وهو، في حاجه اسمها احنا. جرالك يا مالك بتبجح فيها كده ليه؟ وبعدين المصلحه واحد، انا بس المشكله ان الفلوس دي انا جايبها ريالات، يعني لازم اوصلها للناس ريالات. يا حاج فتحي قول لهم في السعوديه انك ريحتهم، حولتهم مصري بدل الشحطاطه اللي اهاليهم هيبقوا فيها في وسط التكسير والمظاهرات. لا ده في حاجه كمان، ده انت ممكن تقول لهم ان انا غيرت لكم وتعبت وجبت لكم قرشين زياده خدمتكم يعني. لا 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 ملهاش لزوم قوي موضوع الزياده ده، انت عايز تفتح عينيهم علينا ليه؟ ده كفايه قوي الكلام اللي قاله محمد. احنا رحمناهم من الزحمه والمظاهرات والبهدله، كفايه قوي 7 ساخ في الريال. خلاص بقى خلاص يا صباح لو سمحت اهدى وكملي. تكمل ايه؟ هي بتقول ايه دي؟ انا مش فاهم حاجه، عماله تعيط. يا ست ايه دي لو سمحت قولي لي ايه اللي حصل؟ انا اقول لك يا دكتور. يا سيدي انا مش عايز اسمع منك حاجه، انا عايز اسمع من صباح. انا هي تهدى وهتقول لي ايه اللي حصل. محيي جالي هنا وهددني وقال لي هيخطف عيالي ويحرق قلبي عليهم لو اديتي حاجه للدكتور. يا دكتور ده راجل مفتري، وانا قلت للاستاذ محمد انه مش هيسيبنا في حالنا. بعدين بقى انا مش قلت لك مش عايز اسمع صوتك تاني لو سمحت؟
اتفضلي كملي ايه اللي حصل. رحت انا وخضر ولفينا على البلد كلها وجبنا يجي نص الطلبات، وتاني يوم محدش رضي يدينا حاجه، وحتى الناس اللي باعوا لنا بضاعتهم جم تاني عشان ياخدوها ويرجعوا لنا الفلوس. مش الدكتور قال لك اخرس؟ اسكت خالص، كملي يا صباح. قلت لهم مش هرجع الحاجه ومش عايزه فلوس، وعملت معاهم خناقه كبيره قوي. اموحي الله يخرب بيته كان هيمد ايده عليا. ليه؟ هي البلد دي ما فيهاش رجاله ولا ايه؟ كلهم عاملوا زي النسوان، اول ما شافوا محي جاي ومعاه اكتر رجاله. طيب خلاص يا صباح اهدي انت وانا هتصرف. هتتصرف هتعمل ايه يا دكتور؟ مالكش دعوه. هو دلوقتي الدكتور مش قالك مالكش دعوه؟ ما تسكت بقى، اسكت. حاضر. قولي لي يا صباح الحاجه اللي انت جبتيها فين؟ شايلها جوه وقافله عليها. ماشي، النهارده هتحملها خضره تروح بيها على مصر. استنى تعالى هنا قولي، هو الحاج محي عرف منين انك انت وصباح بتجيبوا البضاعه دي ليه؟ ايه؟ ايه مالك بلمت ليه؟ ما ترد على الدكتور. انت مش قلت ليه خرص؟ لا حبيبي ما تخرص، المره دي رد بقى على الدكتور. معرفش. الله، ما تعرفش ازاي يا واد انت؟ هو في حد غيرك يعرف ان البضاعه دي جايه لنا؟ صباح. صباح؟ معقوله صباح هتروح تقول له ان البضاعه دي بتاعت الدكتور وتقطع عيشها بايديها؟ وانا مش عرفنا ان ده راجل ايده طايله في البلد ويعرف دبة النمل. طب بص يا خالد، انا مسامحك، انت عارف ليه؟ عشان انت معذور، انت عايز تثبت له ولاءك، عايز تثبت له انك الراجل بتاعه عشان يرجع يشغلك عنده تاني. ماشي، بس انت كده حمار. طب وليه الغلط ده يا دكتور؟ لان حضرتك طول ما انت بتشتغل معاه هتفضل زي ما انت كده، عمرك ما هتترقى. انما معانا تحط ايدك في ايدينا ان شاء الله ربنا هيكرمك. يا لهوي الحياة دكتور. اجري يا دكتور. سيبوه، اللي يجري ما يلزمناش، احنا عايزين الذكر اللي مجريش. يا حاج محي انت هتضربني ببلدك ولا ايه؟ وفي اي حته يا دكتور، اللي حاربني في لقمه عيشي ويلعب من ورايا ملوش عندي غير الضرب وبالبلغه القديمه كمان. ماشي، شوف انت عايز ايه واحنا نعمله على طول. انك تمشي حالا من هنا ولا شوفش وشك تاني، لا انت ولا قلاضيشك. ضاع هنا بعد اذنك، يعني اخدها واتكل على الله. تاخد ايه يا دكتور؟ خد نفسك الاول، انت مالكش اي بضاعه هنا، انت زي ما جيت زي ما هتمشي. تمام يا حاج. يا صباح البضاعه اللي عندك اعتبريها بتاعتك، اعملي فيها اللي انت عايزاه. لو فتحت بقك باي كلمه تانية هخلي الرجاله تكسر السوم فوق دماغك. ليكن ناخد رجاله ونروح نكسره في بلده. رجاله ايه بس يا حبيبي؟ اخد الحق حرفه، احنا مش بلطجيه، ما تقول له حاجه. احنا يعني ايه؟ هنسكت؟ احنا مش عايزين ندخل في مشاكل، ما عندناش وقت نضيعه في اقسام ومستشفيات. خلاص يبقى نسلم بقى كده، نشوف حالنا بيقف وبضاعتنا بتتاخد مننا قدام عينينا ونقف نتفرج. بالعكس بقى، اللي عمله محي ده خدمنا ما ضرناش. جرالك ايه يا احمد؟ سلامه عقلك ده ضرنا ونص كمان، ده خرب بيتنا. استنى بس عليا يا حاج فتح الله يبارك لك، ده انا بحضر له مرزبه لو وقعت على راسه مش هيقوم منها تاني. بس انتوا تسمعوا كلام. طب قول يا سيدي، قول والقول قولك. احنا من هنا ورايح مش هنشتري بضاعه لا من محي ولا من غيره، هنعمل بضاعتنا بنفسنا وفي ارضنا. طب وهي فين ارضنا دي بقى ان شاء الله؟ يا ابن الجنيه، هنشتريها صح كده يا احمد يا حبيب اخويا؟ الله ينور عليك يا حاج فتحي. لا وهنشتريها في بلد محي، وساعتها يبقى يوريني نفسه. ايوه بس انت كده تبقى بتقف قدام القطر يا احمد، محي ورجالته مش هيسكتوا. قطر ايه بس؟ احنا يا ابني لو عملنا اللي بقولك عليه ده بعون الله هنركب الصاروخ، ولو ركبنا الصاروخ القطر نفسه مش هيقف قصادنا. ربنا يكرمك يا شيخ احمد. الله يكرمك يا عمي، الله يكرمك. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ الله يبارك لك يا حاج، انت مش شايلنا ذنوب. جرى ايه؟ جرى ايه يا ابني؟ الله، انت عاوز تحرمني من خدمه بيت الله؟ انت عايز خدمه تاني؟ ما كفايه الخدمه اللي انت فيها الله يبارك لك ويقدرك عليها، يا الامامه سهله. ايوه بس ده ما يمنعش اني اساعد. لا الله يبارك لك، وانا مش عايز اتعبك يا حاج. الله يحفظك. ولا قوه الا بالله. الله يكرمك، الله يكرمك. لا قول يا شيخ عمدين، هو مفيش هنا صندوق تبرعات؟
والله يا شيخ احمد. لا يا ريت تقول يا دكتور احمد. اسمع دكتور، هو حضرتك دكتور بيطري؟ وطبعا حضرتك بتسال انا ليه اخترت البلد دي اعمل فيها اول مشاريعي. يا ده انت كده قصرت عليا السكه قوي يا ابني. ليه بقى ان شاء الله؟ رد الجميل يا سيدنا. سيده من بلدكم من سنين طويله خطت عتب الضرنة، كنت نسيتها خلاص لحد ما جتني في المنام وخبطت على باب الدار. فتحت لها لقيت شعرها مكشوف وخدتني من ايدي وجابتني على هنا. دخلتني بيت ملوش لا باب ولا بوابه. دخلت جوه البيت قالت له سقف وبص ورايا لقيتها راحت. وراحت فين يا ابني؟ مشيت. ومين دي المساعدة اللي ربنا أكرمها بزيارتك في المنام؟ اسمها أم صباح، كانت بتجينا زمان وهي محملة بكل الخير، جبنة وزبدة وقشطة. جيت أدور عليها. واعترت فيها يا ابني؟ الله يرحمها يحسن مثواها. أم صباح؟ أم صباح، أيوة افتكرتها يا دكتور. دي كانت مرات جابر الغنيمي الله يرحمه، وسابت كمان وراها صباح أرملة وليها عيلين. لما وصلت هنا ما استغربتش البيت، ولما دخلته لقيته هو نفس البيت اللي أنا شفته في الرؤية. ولما شفت صباح وعرفت انها أرملة اتأكدت انها جتني في المنام عشان توصيني على صباح وعلى عيالها. طب وانت هتطير البنت دي من دماغه ازاي ان شاء الله؟ هطيرها وطير ابوها كمان، انا بس اسافر من هنا وهي هتطير من هنا. ازاي يعني؟ هتجيب لها عريس؟ هجيب لها عريس. اه خلينا بس في المهم، عايزين نعرف هنعمل ايه بكره عشان كله يبقى تمام. لا 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 لا، بكره سيبهوني ما تقلقوش. تمام توكلنا على الله، بس رسينا برضو احمد يا حبيبي يا اخويا عشان ما نختلفش قصاد الناس. ليكن. يا اهلا وسهلا. يا اهلا شرفتونا. اهلا بيكم. بقى الدكتور احمد واخواته عاوزين يشتروا ارض، وطبعا الحكايه مش بيع وشراء وبس، لا الارض زي الست، عشان كده قالوا الارض عرض، والعرض والعياذ بالله لو ما اتصنش بياخد في سكته الهبة والاحترام والعزة والكرامة وكل حاجة بتزول بعيد عن السمعين. عشان كده أنا وافقت على كلام الدكتور أحمد، والحفاظ على الأرض مش شوية ورق وفلوس مكنزينها، لا الحفاظ على الأرض بتشغيلها. عشان كده هم عاوزين يشغلوا الأرض، والأرض لما تشتغل بدل ما كنتوا هتكسبوا منها قرش هتكسبوا بعون الله وبركته قرشين. الله يبارك لك يا شيخ عبد المجيد، وربنا يرزقها بالحلال ان شاء الله. يعني ايه يا عم الشيخ؟ تسمح لي بعد اذن حضرتك يا شيخ عبد المجيد. اتفضل يا ابني اتفضل. مبدئيا انا هستسمح اخويا الكبير الحاج فتحي نتكلم. اتفضل يا حاج احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع اللي احنا ناويين نعمله عندكم في البلد هنا ان شاء الله هو مشروع تربيه دواجن. ليه؟ لان بلدكم الحمد لله من البلاد الغنيه بالدواجن والثروه الحيوانيه عموما، ولذلك لما قررت انا واخواتي وبركه الشيخ عبد المجيد طبعا اننا نعمل مزرعه دواجن هنا، قررنا حاجه حلوه قوي كمان، اننا نعمل جنبها مجمع تسويق. ليه؟ هذا المجمع هيبقى بابه مفتوح لكل اهل البلد علشان يسوقوا من خلاله اي منتج هم عايزين ينتجوه، وده من ناحيه تانية هيعمل حاجه حلوه قوي، هيخلق فرص عماله لكل اهل البلد. ده غير يا سيادنا بعد اذنك حاج احمد. حبيبي اللي قال لكم عليه الحاج احمد ده هيبقى جزء من المشروع، الباقي احنا ناويين ان شاء الله نزرع منه جزء كبير قوي، طبعا بالاضافه لمزرعه الدواجن اللي احنا هنعملها على اكمل وجه، واللي ان شاء الله انا واخواتي هنقوم بيها من الالف للياء. طب واللي مش عاوز يبيع؟ والله يا حاج ابو سمره براحته، اللي عايز يبيع يبيع واللي مش عايز هو حر. جرايه يا ابو سمره، بقى ربنا بيبعت لكم الحسنات لحد باب داركم وانتوا ترفصوها ما تسمعوا بقيه الكلام. طب قول لي حاجه ابو سمره، انت قلت لي الفدان عندك يعمل له كام؟ الفدان بخمس تلاف، يعني التلاتاشر بخمسة وستين ألف جنيه. طب ايه رايك في خمسة وتمانين ألف جنيه؟ طب انا عندي خمس فدادين،
تاخدوهم بكام؟ معلش يا حاجي خليل، احنا اصلنا مستعجلين وحابين قوي ارض ابو السمرة. انت بعدين، وانت كنت زرعت ولا قلعت فيها علشان تعجبك يا دكتور؟ ابدا، بس رقم 13 ده اصل انا واخواتي في الحقيقه بنتفائل بيه. ها قلت ايه 85؟ ليه يعني؟ هقول لك انا ليه يا حاج، لانك باذن الله مش هتاخدهم مره واحده. ايه؟ طب وده يبقى اسمه بيع وشراء؟ الله، ما الارض هتفضل ارضك برضو يا حاج السمرة طول ما احنا بنسدد لك في الايجار، وهنديك ايجار محترم كل شهر، بس كل ما يقل الدين يقل الايجار، وهنديك 20,000 جنيه مؤدب، لا ورق ولا وصولات امانه، تبقى بتاخد كده مرتب محترم كل شهر والارض عرضك. بسم الله ما شاء الله. كويس ان انا شفت ابتسامه الرضا على وشك يا شيخ عم جيد. وبعدين يا حاج ابو سمره المفروض تطمن اللي بينا الراجل البركه ده. اه والله، وتدعينا بالتوفيق ان ربنا يبارك لنا في مالنا وعملنا. يا رب يا رب. الفلوس اللي معاك يا حاج. اه جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. 20,000 جنيه يا حاج. البركه. نسمع الفتحة للنبي. يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حاج عبد المجيد، ناكل عيش وملح مع بعض بقى؟ ايوه امال، بالهنا والشفا. اتفضلوا فندق ديك رحيم. يا نهار اسود، ابو سمره وافق وباع وقبض كمان ورموا له 20,000 جنيه في حجره. يا خبر اسهل، يعني دقوا المسمار خلاص وهيعملوا مزرعه دواجن وارض واسعه كده زي السوق، يحطوا فيها انتاجهم وانتاج المربيين من اهل البلد، من بيض وفراخ حيه وفراخ مذبوحه. يعني الدكتور دخل جوه عبي وبيلعب بالنار كمان؟ مش بعيد يكون مستني ان انا بجري من قدام منه وانا خايف. انما لا لا عاش ولا كان اللي يلعب في لقمه عيشي. ده جاي عشان يلها في لقمه العيش من بقك. ماشي ماشي يا اولاد توفيق، ابقوا وروني هتنزلوا برجلكوا الارض ازاي. الارض يا رجاله، ارضنا بدايه الحلم. الارض اللي دفعنا فيها دم قلبنا ولسه هندفع فيها تاني. مش مهم، مش مهم خالص، المهم انت وانت بتدفع بتدفع في ارضك ملكك. الاهم بقى اللي احنا نشتغل ونشغل دماغنا ونشغل دراعاتنا. انا عايز الارض تجيب فلوس، تمطر فلوس. نفسي كل الناس تعرف ان ولاد توفيق بيعرفوا يشغلوا دماغهم صح، مش شايلينها فوق كتافهم عيرة كده. ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكرمنا اخر كرم وهنحقق كل اللي بنحلم بيه. لا نحن نحن، المهم بقى يا محمد اننا نفضل نحلم نحلم نحلم. ايه منك ليه؟ انا عايز بدل ما احلم والكلام الفارغ ده اعرف انا دفعت كام وهكسب كام وكام ده بكره هيجيب لي كام. لا احمد، الموضوع ده ما فيهوش هزار. لا والله ما بيهزر احمد، والله ما بيهزر. هو ده الفرق اللي بينك وبينه، انت مش هو وهو مش انت. انا بقى واخد احلى حاجه فيكم انتوا الاثنين. انت عارف مقوله احلم بالمستحيل تعمل الممكن؟ لا معرفهاش. خلاص انا اسف ولا كاني قلت لك حاجه، المهم تفتكرها دلوقتي وتعمل بيها. ماشي. عارفين يا اولاد انا نفسي في ايه؟ انا شخصيا عارف. وانت يا احمد؟ يعني ابو شرطي يعرف وانا لا؟ طبعا عارف. طب نفسي في ايه؟ نفسك تجيب اخرها. ايوه يلا يلا. يلا يلا الله. مالك يا ابو سمره؟ مالي الظاهر هيروح من تحت ايدي يا شيخ عبد المجيد، وانا خايف بقى بصراحه. لا هطول ابيض ولا اسود. يعني ايه؟ يعني انا مش هبيع الارض دي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى ان انا جايب لك الفلوس دي تديها لهم تاني، وانا مش هبيع لهم الارض، والحمد لله ان احنا لسه على البر، لا مضينا ورق ولا خدوا عليا اي حاجه. لا 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 لا، ده في بيننا عهد وعلى يدي، يعني انا الضامن يا ابو سمره، انا الضامن. وقرينا فاتحه ايه؟ انت عاوز تحط راسي في الطينه؟ احضر معاك عهد ونقرا فاتحه ونحط ايدينا في ايدين بعض، وفي الاخر جاي عاوز تدوس على العهد ده برجليك يا اخي؟ ده من امنك تامن حتى لو كنت خاين. انا مش خاين يا حاج عبد المجيد، وبعدين بصراحه الارض تستاهل اكتر من كده. لا حول ولا قوه الا بالله، اكتر من العشرين الف اللي زودهم لك على تمن الارض الاصلي. ايوه ايوه،
وده مين بقى بالصلاة على النبي اللي شرع عليك بالسعر الجديد ده؟ الحاج محي. الحاج محي. طب بطل طمع بقى يا ابو سمرة وارضى بمقسومك عشان ربنا يبارك لك. يا خطوة عزيزة يا سموح. اتفضل. عزيزة. ما خلاص بقى، ما طلع فيه اللي أعز منه صباح. العزيز يا سموحي اللي ياخد ويدي، مش قبل ما ياخد يقطع ايدين اللي هيديلهم. والعزيز اللي انت بتتكلم عنه ده ايه ده من غير ما ياخد؟ وعرفت سكته منين؟ اللي انت ما تعرفش، مش امي الله يرحمها قبل ما تموت وصيته عليا وقالت له خلي بالك من صباح وعيالها. ايه ده انت بتتنوري بقى. يحق ايه لتنور وتشمت كمان؟ ده انت بتاخد مننا الحاجة بتراب الفلوس وانتو النهى كمان. خلاص يا ستي ما تزعليش مني، انا غلطان. بعد ايه بقى؟ بعد ما نويت اخد منك ومن غيرك بالسعر اللي هياخد منك بيه. بقول لك ايه ده من غير ما ياخد حاجة؟ ولا انت بقى ما سمعتش عن الفلوس اللي ادها لابو سمرة من غير ورقة ولا امارة؟ يعني ايه الكلام ده صباح؟ يعني بصريح العبارة كده ما تتكش علي اكتر من كده، علشان بقى مش عايزة اتكلم معاك. وروح يلا دور بقى على المربين زباينة. الله 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 الله، ده انت صوتك عالي اهو وبنت له رنة كمان. طول عمري صوتي عالي، بس البعيد هو اللي كان اطرش. ما هو لما يبقى واقف في ظهري تلات رجالة زي الورد ومعاهم راجل كبارة زي الشيخ عبد المجيد، يبقى لي ظهري وصوت وايد طويلة كمان كده. صباح ماشي، يبقى وروني هتبيعوا وتشتروا بعد كده ازاي من غيري. مع السلامة يا اخويا والقلب دعيلك. دي البهيمة عند الفلاح زي عيل من عياله. في حد هيقدر عياله يا دكتور؟ يعني هو في حد بيبيع عياله صباح؟ انما بيبيعوا بهايمهم. ايوه يعني البهيمه مش زي العيل يا صباح. وبعدين اللي عنده بهيمه هتفضل بهيمته برضه، هياخد فيها فلوس كمان. والله انا اول مره اسمع الكلام ده. ما هو ده الجديد. بس لازم انت تبقي مقتنعه عشان تعرفي تقنعي الناس التانيين. والله يا دكتور انا من ايدك دي لايدك دي وهعمل اللي انتوا عايزينه. بس انا بقول لك اهو من دلوقتي الفلاحين مش هيردوا، وان رجعوا النهارده هيرجعوا في كلامهم بكره. هو ايه ده اللي يرجعوا في كلامهم دول؟ ما احنا هنمضي معاهم عقد لمده سنه. سنه بحالها؟ طب افرض يعني واحد فيهم اتزنق ولا اتحوج وعايز يبيع البهيم. لا قدر الله، في الحاله دي بقى احنا هنشتريها، وبعدين ان شاء الله ربنا لا هيحوجهم ولا يزنقهم. احنا هنديهم الايجار بتاع البهيمه كل شهر، واللي عايز يجي منهم يشتغل يتفضل، وبرضه هياخد مرتب كل شهر. والله يا دكتور انا هعمل اللي عليا واقول لهم وافقوا وافقوا، موافقوش انتوا نصيبكم بقى. ايوه بس احنا مش عايزينك تقول لهم، احنا عايزينك تبداي بنفسك وتاجري لنا البهيمه بتاعتك. يا ريت يا دكتور، ما كنتش اتحوجت للي يسوى اللي ميسواش. ده انا ما حلتش غير معزه وشويه فراخ. ما احنا عارفين يا صباح، عشان كده جايين نتفق معاك نجيب لك بهيمه وترجعي انت تاجريها. بالذمه ده اسمه كلام ناس عاقلين يعني ولا مؤاخذه؟ لا هو فعلا مش كلام ناس عاقلين، بس احنا من غير ما اي حد يعرف هنشتري لك بهيمه، وتقولي انت للناس انك رهنت البيت وبعت المعزه والفراخ عشان تشتري البهيمه وتاجريها لنا. اهم حاجه انك تقولي للناس كده. الحكايه تتنشر في وسط البلد كلها، يجوا جري علينا اجروا لنا بهيمه. شفت الحكايه سهله ازاي؟ حق يا دكتور، ده العلم نور والجهل واكسه بعيد عنك. اكيد الحكايه دي انتوا درستوها في الجامعه او قريتوها في الكتب. احنا درسناها في الجامعه صباح. لا وخدي بقى المفاجاه الجامده دي، البهيمه اللي احنا هنجيبها لك هديه مننا ليك يا ستي. المهم اول ما تقابلي الناس اللي ما يتبلش في بقهم فوله تحلي فيهم، ما يقولوش لحد. ده انا هحلفهم وحلف اللي خلفوهم كمان. دي بهيمه. المره الجايه مش هتكلم ببقي يا صباح، لو عرفت ان حد من الناس يجي هنا تاني هحرق قلبك على عيالك. يا اخويا براح، مالك مستقوى علينا كده ليه؟ علشان احنا ولايه وملناش راجل يحمينا ونتسند عليه. اديكي قلتيها بعظمه لساني، مالكوش راجل، واللي مالوش راجل يحترم نفسه وما يدخلش رجاله في داره. البيوت ليها حرمه يا صباح، لو ما صنتهاش احنا برضو نعرف نصونها. البلد فيها رجاله يا صباح، ومش هنستنى على اخر الزمن لما تيجي حرمه زيك وتركب لنا قرون. قرون تتغذى في رقبتك يا بعيد؟ ده قرون ده انت تركبها، دي صباح دي اشرف منكم اللي خلفوه. تدي حنك الكوليه بدل ما اجي اقع صداقك. والويلو عليك ساعه وانفضوا يا بعيد. هتمد ايدك على واحده قد امك؟ يلو يا ناس الحقونا يا ناس، وهي ابننا احمد وبيتهجم علينا يا ناس. سلامه
ما هوش عيشة. صباح اللي أنا يا دكتور. خير خير يا صباح. مش خير أبدا يا سحمد. ليه حرق الأرض؟ كفى الله شر الأرض زي الفل، بس محيي الله يكحم جال البيت وكان هيضربني أنا والحاج. هو قال لي لو شاف حد منكم دخل عندي أو لو شافني أنا معاكم هيحرق قلبي على ولادي. ليه ده كله؟ علشان انا وحدانيه ومليش راجل اتسند عليه، وان هما رجال ومش على اخر الزمن هيركبوا قرون. قرون؟ محي كده بيكبر الموضوع قوي، ده مدخله في عرض وشرف وفيلم كبير. ما هو لو شافني معاكوا تاني هيجرسني في البلد كلها، وانا ما صدقت اتفتح لي باب رزقي معاكوا. انا مش عارفه اعمل ايه يا سحمن. بس يا صباح، ما فيش غير حل واحد بس هو اللي يفك العقده دي وبرضه يحافظ على باب الرزق. يا ريت يا دكتور، ده انا في عرضك. العفو، ده انا اللي في عرضك وفي طولك وفي طرحتك كمان. قصدك ايه يا سحمة؟ والله هو محي باللي عمله ده، هو ما يعرفش انه خدمني خدمة كبيرة قوي. خدمك ازاي يعني؟ هتبقى مراتي يا صباح. هبقى مراتك؟ ايوه هتبقى مراتي، هتجوزك. خير يا ابني؟ في الحقيقة يا حاجة، انا حب لحضرتك وللبلد والاهلها وناسها خلاني اكون او عايز اكون واحد منها. الله، ما هو انت يا ابني واحد مننا، ما بقتش غريب عننا. تعيش يا حاج. امرني يا دكتور. هو ده في الحقيقه اللي خلاني اامن على شغلي وسطكم هنا. ربنا يبارك لك يا ابني. يا سبحان الله، بشر بشر. انا دلوقتي اتبشرت خير، بربنا يبارك لك. دي الخير من فضل الله، والخير برضو على قدوم الواردين. انا عايز اتجوز من عندكم يا حاج. وانا بقول مبروك. الله يبارك فيك. بس انا يعني كنت بقول ان احنا هنبقى حمل تقيل قوي انا وعيالي على ست دكتور. يا سبحان الله، ده هو ده السبب اللي خلاني فرحت لك ووافقت بالنيابه عنك. اللي هو ايه يا حاج؟ انه عارف عنك كل حاجه، عارف ان عندك عيال وانك ارمله. واحد زي الدكتور احمد ده لو كنت هتبقي حمل تقيل عليه انت وعيالك ما كانش طلب يتجوزك. وافرضي يا ستي انك حمل تقيل، بكره ربنا يخففه عشان حيستر عليكي انت واولادك. ده انت تحمدي ربنا انه رزقك بواحد زي الدكتور احمد. انا ما قلتش حاجه يا حاج، بس يا ترى بقى مراته عارفه انه هيتجوزني؟ اهو الغيط هنا بقى والباقي عنده، انت تساليه وهو يجاوبك. وبعدين الرجل طلبك على سنه الله ورسوله، والشرع بيوجز له 4 في الحلال، وافتكر الدكتور احمد خير من يعرف الحلال. جرأيه يا سي احمد، انا بقولك كده بس عشان ما تزعلش مني، لكن كل الحكايه ان انا مش عايزاك يعني يجرى لك حاجه بسببي. يعني ايه يا صباح؟ يعني خايف عليك. تقول ايه؟ خايف عليك. تصدق انت كده هتخليني اغير رايي يا صباح؟ يعني ايه؟ يعني انا في الحقيقة يعني بصراحة في الأول كنت هتجوزك علشان يعني خايف عليكي من محي، خايف اتعرض لك بأي شكل، وبعدين قلت هي سترة ليكي وللولاد. استر ربنا يا دكتور، قادر يسترها عليك وعلينا. استغفر الله العظيم، أنا كنت بقول لك ده الأول، وبعدين أنا بتكلم بصراحة. الصراحة المفروض تقرب ما بيننا، ما تبعدناش عن بعض. خلينا أكمل كلام. اتفضل. دي كانت نيتي في الأول. قبل ما اسمعك كنت بتقولي انا خايف عليك يا دكتور، بس اول ما قلتيها صدقيني انا حاسس انك اول واخر زوجة هتجوزها. ماذا قلتي؟ يلا هو عم احمد يقعد معانا على طول. يعني يا حسام هيجي لنا يوم ولا اتنين وهيبقى يشوف شغله ويجي لنا يقعد معانا تاني يعني ان شاء الله. بص يا حسام، انا عايزاك تسمع كلام بابا احمد. هو هيبقى زي بابا، هيحافظ عليك وعلى نادية وعليا وعلى ستك، واحنا كمان لازم ما نزعلوش ونسمع كلامه. خلاص يا حبيبي. بس يا نادية هتكسر السرير قبل ما نجربه. حاضر يا اما. شد يا ابو الحاج عشان تعمر الطاسه كده كمان وكمان. ابصم بصمه كمان يا خضر، ولع لك حجر خليها تولع. لا لا لا، ده انا مش قادر، لا قادر ولا شايف قدامي. الصوت اللي انت بقى ابو الحاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور خطوه عزيزه يا دكتور. مش باين يا حاج. ازيك يا خضر؟ الله يسلمك يا دكتور.
معلش واضح ان انا جيت في وقت مش مناسب. مش مناسب ليه بقى ان شاء الله؟ يعني عشان الريحه اللي انا شاممها وانا جاي من بره دي. ريحه ايه يا دكتور؟ اعمل حجر كبير للدكتور. لا لا لا، كبير وصغير ايه؟ لا انا ماليش في الموضوع ده خالص. امال ليك في ايه؟ مزاجك في ايه يا دكتور؟ انا مزاج الشغل وبس يا حاج. طب والنسوان؟ ايه مالكش في النسوان؟ ابصم ابصم اخيرا. لا لا ان شاء الله ان شاء الله يبقى ليا فيهم، بس يعني بالحلال يا حاج. بص في حاجتين ماليش فيهم، لا الحرام ولا البصم. افهم بقى ايه سر الزياره الميمونه دي. على عيني يا حاج. بقول لك يا خضر، ما تروح لحد الصين، ما تجيبش حاجه وما تجيش. اتكلم يا دكتور، ابويا الحاج محي ما يخبيش عني حاجه. روح انت يا خضر، روح. ماشي بالاذن يا دكتور. من غير اذن. يلا بص بقى يا محي، ومعلش اسمح لي اقول لك يا محي من غير يا حاج، دي اول حاجه. تاني حاجه هتسيبني اتكلم لحد ما اخلص كلامي وبعدين انت تتكلم. انا بقالي في البلد دي ارض كبيره قوي، ما تعرفش تجيب اخرها بعنيك. وكمان بقالي في البلد دي ناس بتحبني، عزوه يعني. ولسه هيبقى لي في البلد دي حاجات كتير قوي 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 مش هتعرف تعدها. وكمان من البلد دي انا ناوي اتجوز. صباح اللي انت رحت تهددها. يعني انا بكده سديت عليك كل المنافذ والاخرام اللي ممكن تضايقني او تقرفني منها، وسبحان الله في لمح البصر بقيت انا الحق وانت الباطل. يعني بلغه نشره الاخبار والاحاديث التلفزيونيه دانت لي السيطره. الله 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 الله، انت جاي تهددني في داري ولا ايه يا دكتور؟ انا جاي اديك فرصه اخيره، يا تعرف تستغلها يا ترفضها. بس في حاله ما ترفضها قسما بالله لو جيت بعد كده علشان تبوس ايدي هرفض. قلت ايه؟ قلت خدها يا دكتور. طب مش تعرف ايه ده؟ عرفها لي يا دكتور. طب مش تشد نفسك وابصم كمان. الفرصه هي انك هتشتغل معايا بالطريقه وبالنظام اللي انا احدده. طب ايه الفرصه في كده؟ الفرصه انك هتشتغل معايا مش عندي. في حاله ما تنطق حرف او كلمه غير انك موافق حتى انك تشتغل عندي مش هبطلها. موافق يا دكتور. العميل حتى لو جه ياخد بيضه واحده انا برضه بديها له بسعر الجمله. ازاي يا شيخ عمر؟ الله، كده تجار الجمله ممكن يزعلوا، لازم يحسوا برضه انهم مميزين. لا 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 لا، بالعكس بالعكس، انا شايف بقى ان الراجل من دول لو جه عشان ياخد بيضه واحده ده هيشجعه انه يشتغل بعد كده في الجمله، ويروح يوزع في اماكن احنا ما بنروحش نوزع فيها. بالظبط كده، التمييز ممكن يخلق لنا مشكله احنا مش قدها، وبعدين احنا بنعامل كل الناس زي بعضيها، وبعدين السعر اللي احنا بنبيع بيه ده ارخص سعر في مصر كلها بالنسبه للمنتجات المماثله. قول احنا بنبيع كيلو اللحمه بكام؟ ب 150 قرش. معقوله؟ ده وصل الجيزه ب 160 و180 قرش. مش مهم هو بقى في الجيزه بكام، المهم ان السعر اللي احنا بنبيع بيه بنكسب من وراه كويس قوي بعد ما بنوفي كل التزاماتنا. وبعدين احنا لو فضلنا ماسكين على السعر ده الناس حجنا احنا مش هتروح لغيرنا. قول يا شيخ، هو احنا نخسر لو بعنا الكيلو بكام؟ لحمه ولا فراخ؟ لا لحمه، انا والمصريين كلهم يهمنا اللحمه. لو بعنا كيلو لحمه ب 130 قرش نخسر. نخسر لو ب 130 قرش، انما لو بعناه ب 140 نكسب. نكسب ان شاء الله، بس كده هيبقى فيه مخاطره كبيره قوي. مخاطره ايه بقى؟ واحنا بنكسب في اليوم من اللحمه تقريبا كده حوالي 17000 جنيه. ده في حاله ما تبيعه ب 150 قرش. مظبوط. تعال لي هنا، لو انت كده يبقى عايز تعمل في اليوم 11000 كيلو عشان تطلع ب 17000 جنيه. مظبوط. يبقى انت عايز عشان تبيع لو ب 140 عايز تعمل 12000 كيلو. مظبوط. مظبوط ازاي يا شيخ عمر؟ ما هو كده المكسب بيقل والتكلفه بتزيد. بس احنا هيبقى عندنا مشكله، ممكن ما يتوفر لناش الزباين اللي تشيل الكميه الكبيره دي كلها في اليوم الواحد، خصوصا ان مزرعتنا بعيد جدا عن البلد. يا سيدي احنا نوفرهم، احنا نجيبهم، امال الشطاره فين والجدعانه فين والمسؤوليه فين؟
مش بس كده، احنا ممكن نعمل 18,000 جنيه في اليوم مش 17. وهتيجي ازاي بقى دي يا باشمهندس الدكاتره؟ بالاوتوبيس لحضره الظابط. والاوتوبيس ده سيادتك رقم كام؟ يا جدع اسمعني بقى، الله، احنا هنجيب اوتوبيسين ونحطهم في ميدان الجيزه، ونجيب 2 هتيفه يقعدوا قدام الاوتوبيس. كيلو اللحمه ب 140، كيلو اللحمه ب 140، والتوصيله هديه للعميل. بس يا عمنا مش واحد ولا 2 ولا 3 هيجوا، ناس كتير قوي هيجوا، وبدل ما هنبيع 12,000 هنبقى عايزين نبيع 13 و14,000 كيلو. برضه زي ما قلت لكم المكسب هيقل والتكلفه زايده. يا سيدي مش مهم، الله، مكسبنا مش فلوس وبس، اسمنا كمان هيكبر، بارك الله في برازة، والاسم يكبر وسمعتنا هتطرطش في مصر كلها. هيبقوا حاجتين، اسمك وراس مالك الاثنين مع بعض، اسمك كبر راس مالك كبر، الاثنين بقى يكبروا ببعض ويزغطوا ببعض. يا دكتور احمد، اسمك انت ولا اسم اخوك فتحي ولا اخوك محمد؟ ما كلهم واحد يا اخ حبشي. ما بلاش يا اخ دي بقى. يا جماعه احنا محتاجين اسم واحد بس ويكون منور كده. طيب ايه رايكم في اسم شركه ولاد توفيق؟ ايوه، عشان ابوك يقطعك في المصمت. لا لا، ده ممكن كمان يطلب نسبه في الارباح. ايوه، بس انت عشان تعمل شركه باسم اولاد توفيق لازم تاخد موافقه الوالد. انا طب وايه المشكله؟ عندنا مشكله تانية كمان. خير؟ لازم يكون عندنا مسؤول عن الزراعه، لان محمد اخوك مشغول معاك على طول، واحنا كده محاصيلنا الزراعيه ممكن تتاثر، وبعدين احنا عايزين نكبر، واللي عايز يكبر لازم يبقى عنده نظام. بارك الله فيك يا شيخ عمر. انت عايز مني ايه؟ عايز يكون عندنا مسؤول عن الزراعة قدامك وقدام محمد وقدامنا كمان. ليكن يا شيخ عمر. ودول بيتكلموا عربي يا امجد؟ مكسر. انا عندي واحدة زيهم في البيت بس مش طايقها يا اخي. ليه؟ دول غريب وبيعملوا اي حاجة وكل حاجة ونضاف جدا، وبعدين ما تلاقيش واحده منهم راميه معاك ودن، وحتى لو راميه معاك ودن مش هتفهم اياته حاجه. بعدين بقى ما تلاقيش مشيالك مع المكواجي، ولا هربانه مع السواق، ولا سرقت غوايش المدام والحاجات اللي احنا عارفينها دي. ايوه دي بقى مسلمين ولا مسيحيين؟ تصدق ما سالتش. هي اللي عندك مسيحيه ولا مسلمه؟ لا مش مسلمه، بس ما اعرفش ديانتها ايه بالظبط. كنت هتعمل بديانتها ايه؟ المهم تكون بتشوف شغلها مظبوط ولا لا. طيب واحنا بقى مش هنشوف شغلنا يا عم جودة؟ يلا يا باشا. اللي انا هكلمك عليه ده مجرد فكره في دماغي، وما اعرفش اذا كان لك فيها ولا لا. لو ماليش فيها ما تقولهاش، وبعدين ما يبقاش ليها فيها. ما انت عارف القرار مش ليا لوحدي. طب قوله بعد كده نبقى نشوف. بص يا سيدي، انا عايز اعمل هيئه نقل عام بس تبقى خصوصي. طب منين عام ومنين خصوصي؟ انا هقول لك يا سيدي. نقل عام لانها بتنقل الناس بشكل عام، وخصوصي لان ملكيتها خاصه بي انا. طب ودي تيجي ازاي دي يا احمد؟ تيجي من المانيا يا حبيبي. مش انا قبل الاكل قلت لك يلا نروح مرشيدس؟ هي دي مرشيدس. كل يا حقيقه. يا نهار ازرق على دماغك يا اخي، ايه البوز الاخص ده بقى؟ انا برضه بوز اخص يا حاج فتحي. لا يا سيدي بوز اخص ايه بس، انت برضه يعني خضيت الحاج، زرقت اليوم كده. بعدين انت ايه اللي خضك يا حبش؟ شفتنا يعني خدنا بعدنا ونزلنا على المانيا اشترينا ال 2000 اتوبيس مرسيدس وجينا؟ ايه اللي خضني؟ ليه؟ ما انا عارف اي حاجه بتطلع في دماغكم بتعملوها. هو انا عبيط عنكم ولا ايه؟ الله، طب وفيها ايه لما نعملها؟ فيها انه بيزرق اليوم. شفت الوقصه اللي احنا فيها؟ اكتر واحد مقربينه منا ومعرفينه اسرارنا، بدل ما يزقنا النجاح ويساعدنا بيهبطنا. شفت النصيبه؟ معلش يا حاج، نعرف برضه هو خايف من ايه. انت خايف من ايه يا عم؟ يمكن يكون هو شايف حاجة احنا مش شايفينها. يا سلام، طب قول لنا يا عم العبقرين، قول لنا انت شايف احنا مش شايفين. ما طنط. انا شايف انتوا رايحين تجيبوا 2000 اتوبيس هتمشوهم ازاي في الزحمة دي؟ يعني انتوا كده بتزودوا الطين بلة. الحكومة مش هترضى ترخص الالفين اتوبيس. يعني جبنا الاتوبيسات لا عرفنا نركبهم ولا عرفنا نرجعهم تاني، وهي دي بقى اللي بيسموها الخسارة الفادحة. بسم الله ما شاء الله. صح انت صح. هو قصده بس يا حاج يعني لو احنا في حالة ما نكون دفعنا فلوس وما حطناش النقط على الحروف. يا حبش الموضوع ده يطول شرحه، يعني مش هيخلص كده من يوم وليلة. يا ابني ما هو لازم يفهم، وما ليفضل طول الله في برسيمه. بص يا حبش، اعتبرها شركة قطاع خاص. انت عارف الجامعة اللي في التحرير دي اللي اسمها الجامعة الامريكاني؟ هنجيب شوية شباب من هناك بيعرفوا لغات، بيعرفوا يعملوا فاكسات، يسافروا، يتبادلوا، هم دول اللي هيمسكوا الشركة. فهمت ولا فهمك ازاي؟ عجبتني يتبادلوا دي.
انا كنت عايز ده كلام جت ساعتها الحكايه دي يا حاج. لا على جثتي ليه بس يا حاج؟ الراجل بيحبنا وعمره ما عمل لنا حاجه وحشه. لا ده غير كده بقى، هيدخل بالشروط اللي احنا عايزينها، هيدفع الفلوس اللي احنا هنقول له عليها. الراجل ده عنده علاقات يا حاج تنفعنا قوي في مشروع زي ده. احنا كمان بالصلاه على النبي عندنا فلوس كتير تسد عين الشمس، وعندنا علاقات اكتر من علاقاته وعلاقات اللي جابوه كمان. انا مش عارف انت ليه قافش عليه. وهو مين ده اساسا؟ انا ما بفكرش فيه خالص، انا كل الحكايه ما بحبش حد ينط ما بيننا. يا سلام، ما بدريه نطه ما بيننا. ما تحترم نفسك يا احمد. عاجبك يا محمد؟ ايه دي مراتي، انت نسيت ولا ايه؟ ايه يا عم احمد، الله مفيش وجه مقارنه ما بين بدريه وامجد، مفيش الكلام ده. واضح يا محمد ان الاعلان جاب نتيجه جامده جدا. اعلان ايه؟ بتاع العيال بتوع الجامعه الامريكيه، في منهم حوالي 12 واحد وواحده بره. ايوه بس دول شكلهم خنافس ولا رجاله بجد؟ يعني في منهم كده وفي منهم كده. طب والبنات محجبات؟ في واحده بس محجبه. ماشي، خلي المحجبه دي وناخد معاها كام عيل كده من شكلهم رجاله بجد. طب يلا بينا. يلا على فين؟ الله، تختار معايا ولا هختار لوحدي؟ طب استنى، طب اما احمد يجي. وافرض احمد ما جاش، نبعت لهم يوم تاني ونعطل نفسنا. ماشي يا سيدي، تعالى نروح نشوف. استنى بس اقول لك، هاتهم هنا احسن، بس دخلهم واحد واحد عشان اعرف اخد ودي معاهم في الكلام. طيب بالنسبه للبنات المش محجبات؟ لا 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 لا، مشيهم على طول. اتفضلي بقى يا ناس، اخرجي بره، محدش يزعق ولا يقرب مني. في ايه حاج احمد؟ اهلا وسهلا يا حاج. اهلا. ايه وبتاع يا الله، ايه المعامله البطاله اللي بتعملوها للناس دي؟ ما صحش كده، احنا اسفين يا فندم من غير ما اعرف مين اللي غلطان. ميرسي يا حاج، دي طايحه فينا كلنا يا حاج. بلا طايحه بلا ما طايحهاش، ما يصحش كده. اتفضل روح يلا شوف شغل. تحت امرك يا حاج. اهدي يا فندم قولي لي ايه اللي حصل. بالمناسبه انا الحاج احمد الريان. اهلا وسهلا، وانا ساره الحسيني خريجه الجامعه الامريكيه. يا اهلا يا فندم، اكيد حضرتك جايه علشان الاعلان. ويا ريتني ما جيت، لاني اتعاملت معامله في منتهى قله الذوق، مجرد ان انا بس مش محجبه. معلش اسمحي لي، يعني ما هو الحجاب شرط من شروط الاعلان. افرض ان انا ما خدتش بالي من الشرط ده، يقوموا يطردوني؟ طب حتى كانوا قابلوني الاول وبعدين ما يكلمونيش تاني. عندك حق، انت صح يا ستي. اعتبري شغلانه تحت امركم بالمرتب اللي انت عايزاه، بس هو لو ممكن يعني ترمي طرحه على راسك كده، فيها حاجه دي؟ فيها ان انا مش محجبه يا ستي. في اي شغل لو طلبوا من العامل يلبس افرول هيلبس الافرول. انت عارفه يعني ايه افرول الاول؟ حاجه زي العفريته كده. بالظبط، حاجه زي العفريته. طيب هتلبسي بقى الافرول؟ طرحه. والله ده يتوقف على المرتب اللي هاخده علشان البس الافرول. يا ستي انا موافق على اي مرتب انت هتحدديه من غير ما اعرفه، انا موافق. مكتب السفير الالماني رد علينا ومرحبين جدا بالتعامل معانا، وبعتوا لنا اسعار الاتوبيسات وسعه كل اتوبيس، وانا رديت عليهم بكل مواصفات الاتوبيسات اللي احنا عايزينها، وردوا ان سعر الاتوبيس الواحد 2000 مارك بلس 10% او ماينس 10% على حسب الاتفاق النهائي ما بين شركه الريان وشركه مرسيدس. خلصت كلامك؟ مبدئيا احنا فين بقى في اللي انت قلتيه ده؟ يعني انت بعتي وهم ردوا، وبعدين بعتي تاني وهم ردوا تاني، وبعتي تالت وهم ردوا تالت، كأننا مش موجودين انت وهما بس. ما هو يمكن كانت بترجع في الامور دي كلها للحاج احمد. لا طبعا يا حبشي، لانها لو رجعت لاحمد كان اكيد قال لي. انت صح يا حاج محمد، انا ما رجعتش للحاج احمد ولا اتصرفت مني ليهم، لان انا عندي الانبوت الكافي اللي يخليني اخد القرار من غير ما ارجع لكم. استنى حضرتك، انا سمعتك بتقولي حاجه غريبه، ايه اللي هي ايه دي يعني؟ الانبوت دي بالترجمه الحرفيه يعني المعطيات، وبالبلدي كده يعني انا عندي كل المعلومات اللي تخليني اعرف اتصرف بنفسي، وعرف كمان احنا عايزين كام اتوبيس، وعارفه ساعه كل اتوبيس احنا طالبينه، وكمان عارفه انك ما تقدرش تخاطب الحكومه المصريه الا لما يكون عندك ما يفيد انك عملت اتفاق اولي مع الملحق التجاري للسفاره الالمانيه او ما ينوب عنه، وعارفه حاجات كتيره قوي كمان عن المشروع اشك ان الحجاج نفسهم يعرفوها. وانا اشك ان انت اهلك علموكي تتكلمي مع اللي اكبر منك. انا اهلي ربوني كويس قوي وعلموني كمان ان ما ردش الاهانه باهانه. خلاص بقى، انا عارف انك ما بتغلطيش وماشيه زي الساعه يا ستي، بس تعالي نتفق انا وانت كده ان في صباح الخير افهم منها انك يعني تعزيني طيقاني، وفي برضه هي صباح الخير سبحان الله واعرف منها انك مش طيقاني. بس انا ما فيش ما بيني وما بينه حاجه وحشه ولا حاجه حلوه، انا بعمل شغلي وبس وبعمله كويس قوي كمان، ومش ذنبي ان هو متضايق مني عشان انت فرضتني عليه، ومش ذنبي برضه ان انا مش زي بقيه الموظفين اللي بيتمحلسوا له وبيبوسوا ايده. لا 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 استني لو سمحتي، بيتمحل ايه؟ بيتمحلسوا له. يا نهار اسود، احيانا احس انك من الزمالك، بيتمحلسوا له دي احس بقى اني خدتيها عوم لحد بلان. المشكله مش انه بس تجاوز، المشكله في انه ضيع الوقت في موضوع تافه وكهرب الدنيا من غير سبب حقيقي،
وكمان كان في حاجات مهمة جدا لازم يعرفها ومعرفهاش بسبب انه ضيع لي وقت. طب اهدي بقى، اهدي انت لو سمحتي، خليني اعرف اللي هو معرفوش. اتفضل. بين بالاماكن المقترحه لورش الصيانه ومحطات البنزين. بسم الله ما شاء الله، انت كمان هتعملي محطات بنزين؟ طبعا، والمحطات دي نوعين، محطات بتخدم الاوتوبيسات بس، ومحطات بتخدم كل وسائل السير والمواصلات. وانا عن نفسي برشح النوع التاني من المحطات دي، وان كانت تكلفته هتبقى اعلى، لان المحطات دي ما بتبقاش متطرفه زي المحطات اللي بتخدم الاوتوبيسات بس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تحبي اعرفد لك الحاج محمد؟ ما بحبش حد يقول لي حاجة هو ما يقدرش يعملها. طيب ممكن بقى تسمحي لي أقولك على الكلام اللي أنا قده؟ أوكي. وتنفذي. اتفضل. تقومي معايا دلوقتي ونروح للحاج محمد أنا وإنتي ونبص راسه. ألاف. تعمل لي اختبار. ما تخافش على أخوك. الحمد لله راجع صح سليم ومركز قوي. الحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يا رب. قادر كريم ما يعيدها تاني أبداً. الحمد لله على السلامة يا حاج فتحي. الله يسلمك يا حاج. بذمتك يا احمد يا ابني، بذمتك ونرضى ذمتك، لو حطينا فتحي توفيق جنب محمد توفيق وسألنا اي حد بعد اي حد وقلنا له مين الاصغر فيه هيقول ايه؟ بذمتي انا. بذمتك انت. لا لا، انا الاصغر فيه. انت. لا يا احمد ما بهزرش، بتكلم بجد يا اخي. لا بصراحة يعني الحاج فتحي كبير مقام بس يبان الاصغر. اصله مش مصدقني يا سيدي. العفو يا حاج، ازاي ما صدقكش؟ بس انت يعني عارف احمد بيحب يلون في الكلام. الله، مش احمد توفيق هجيبه من بره يعني. انما اقول لي يا حاج فتحي، ايه المصحه دي اللي بترجع العجوز صبي والكبير صغير والوحش حلو قوي كده؟ الله الله الله، بتنكش على ايه يابا؟ اهو شكل الواد احمد فهمنا على طول كده. انت كمان فهمتنا يا فتحي؟ طبعا يا حاج، عايزني اقول ولا اسكت؟ ايه؟ وتسكت ليه؟ قول براحتك. اهي مش لما نعرف هي مين دي اللي انت حاطط عينك عليها؟ عشان انا واحمد نروح نخطبالك. يا ولاد توفيق. صح. لا صح حاج فتحي، ما انكرش، انا نفسي ومنى عيني اعرف المصحه اللي انت روحتها دي واروحها. اروح اعمل نص عمره. لا نص عمره ايه، اعمل عمره كامله عشان ارجع مية مية كده، وانقي بنت تكون صغننه وحلوه وبنت بنود اتجوزها، العب في عدات حياتي شويه واشوف مستقبلي بقى ولا ايه؟ الله. بس دي يابا مصحة تأهين نفسي. تأهين نفسي، تأهين نفسك، مش ده المهم. أنا ما يهمنيش الاسم، يهمني الفعل، المهم إيه اللي بتعمله في البني آدم. ربنا يكفيك شر المرض يابا، ده أنا شفت يومين أسود من قرن الخروب. والله خصوصا أول أسبوعين يا أحمد كان كأني في سجن، كل حاجة ممنوعة، كل حاجة إلا العياط. أنت كنت بتعيط يا فتحي ابني؟ بعيط. انا كنت بولول زي النسوان، ده انا كنت بجعر في المصحة، امريكا دي كلها كانت بتسمع صوتي. هي اعراض الانسحاب كده يابا، تبقى اخطر مرحلة في علاج الادمان. يا احمد ربنا يكفيك الشر انت كمان، وربنا يثبتني وابعدني عنها قادر يا كريم. ان شاء الله يا ابني. بس اهم حاجة يا فتحي، اهم حاجة ان انت ما توترش نفسك وما تشدش اعصابك. انا عايزك على طول كده تبقى هادي ورايق. ازاي بس يا حاج، شغلتنا دي لا تعرف روقان ولا هدوء، ده احنا مع الطالع ومع النازل. ايوه عندك حق والله يابا، بنرشق في الحيطه لو سهم منهم رشق في الحيطه. يا حاج اللي بيشتغل في البورصه او الفلوس ده عمره ما يروق، ودايما شغله بيبقى على اعصابه. لا بقى، الظاهر ان انتوا اعصابكم بقت رهيفه قوي. ايه انتوا كبرتوا على الشغلانه ولا ايه يا ولاد توفيق؟ والله ما انكم كبرتوا. خلاص بقى، سلموا الرايه للجيل الجديد. الجيل الجديد قلبه ميت، قلبه حديد، يقدر يستحمل اكتر منكم. يعني ايه يابا؟ هنروح نجيب رجاله من بره نقول لهم تعالوا استلموا، نديهم خبرتنا وتفكيرنا وتركيزنا؟ لا طبعا، ده احنا سفينا التراب يابا، نيجي نديهم كل ده على الجاهز. استغفر الله العظيم يا رب. بره؟ بره ايه يا دكتور؟ معقولة برضو أنا هقول نجيب ناس من بره؟ أنا بتكلم على لحمنا ودمنا، بتكلم على اللي مننا، بتكلم على خالد. يا سلام، يا ريت يابا، يا ريت، بس هو يبعد عنهم. لا يا أحمد لا، الظلم حرام، بدرية ملهاش دخل، هو الواد اللي راكب دماغه مش راضي ينزل معاه الشغل، معرفش راكبه عفريت ولا إيه. الواد ده بيحب أم هاشم أكتر مني كمان. صح يا عم كده؟ طب لو سمحت بقى ما تقولوش يا واد، اسمه توفيق. وبعدين ده اسمه على اسم جدي يا عم، فما ينفعش تقول له واد، ممكن تقول له يا تيفا. ممكن تقول له يا توفي. توفي؟ توفي ايه وفندام ايه يا بت؟
انا عايزه يطلع مش متدلع كده، راجل زي خالي. طب وايه يعني يا عمو؟ ماما طول عمرها بتدلعني بتقول لي يا لودا لودا. اه لودا، حتى انا كمان كنت بقول له يا لودا. شفت بقى يا سي محمد ايه علاقه الرجوله بالدلع؟ وبعدين في حد يبقى عنده ابن قمر كده وما يدلعوش؟ خلاص يبقى انا كمان اتدلع بعد كده. قولي لي يا مين ده؟ اتفضل. كنتوا بقى مش ناويين تتجدعنوا وتشدوا حيلكم وتجيبوا لنا كده حته عيل يلعب مع اولاد خلاله؟ هو يعني كان بايدينا يا بدريه؟ لسه ربنا ما قررش. قادر على كل شيء ان شاء الله ان شاء الله. بعدين يا ست بدريه، كل الولاد دول ولادنا، وانا مستعد اخليهم يقولوا لي يا بابا حبشي مش عمو حبشي. وانا كمان هقول لعمته مديحه يا ماما. يسلم بقك وقولك يا حبيبتي. تقريبا في حد بينادي عليك يا ست بدريه. مين اللي بينادي؟ الحاج فتحي. انت مش سامعاه ولا ايه؟ لا ما سمعتوش. غريب، مع ان كلنا سمعناه. انت في حاجه في ودانك يا بدريه ولا ايه؟ سلامه ودانك. الظاهر يا اختي. بس انا ما سمعتش حاجه يا سميح. ولا انا يا اختي. امال قلت لها ليه الكلمه دي؟ مضايقها زي ما هي بتضايقكم. بس انا ما بتضايقش يا سميحه لما حد بيجيب لي سيره العيال. ولا انا سميحه. ربنا يخليك ليا يا حبش. يخليك ليا. لا سعادتك يا سياده المحافظ، لا كده احنا نبقى وفرنا تقريبا 12,000 فرصه عمل بتامينتهم بكل حاجه. ما قلناش حاجه يا حاج، بس انت برضو هتزود القاهره والجيزه 2000 اتوبيس بحالهم. يعني معنى كده ان انت هتزود التكدس وهتزود الزحمه كمان. يا سبحان الله. طب ليه يا باشا ما تقولش اللي احنا هنحل ازمه المواصلات والزحمه الشديده الموجوده في الاتوبيسات؟ ده غير اللي احنا هنشغل سوق قطع الغيار والورش ومراكز الصيانه، يعني رزق كتير للناس وللبلد لمؤاخذة. وبعدين يا فندم احنا مش هنجيب الاتوبيسات دي كلها دفعه واحده، احنا هنجيبهم على دفعات، يعني مش هنرميهم في وسط الزحمه كده مره واحده. واحنا مش هنسيب الزحمه تاكلنا ونقف نتفرج، لا ده في طرق جديده هنعملها في اطار خطه كبيره عشان نتوسع ونفك عقده الزحمه دي، وبالتالي هنحتاج لعدد اكبر من الاوتوبيسات. وبعد اذن معاليك سياده المحافظ، انا يهمني جدا ان انا اطمن على تعريفه الركوب. يا فندم بالنسبه للتعريف احنا موافقين على التعريفه اللي حضراتكم هتحددوها، احنا بس يعني بقترح بعد اذنكم اننا نزود التعريفه بتاعه الاوتوبيسات بتاعتنا شويه لو ممكن. ليه يعني؟ هو اوتوبيسات هيئه النقل العامه عندنا بقت كوخه ولا ايه؟ لا سمح الله، ما حدش يقدر يقول كده يا باشا. ده هيئه النقل العام ورئيس هيئه النقل العام اللي هو سيادتك على دماغنا من فوق. بس ما تاخذنيش يعني، احنا هنجيب اتوبيسات جديده عزير ومكيفه، يعني هنقدم خدمه ممتازه، يعني مفيش مانع برضو للتعريفه بتاعتنا تبقى زياده شويه. وبعدين يا فندم حتى التعريفه دي حضرتك اللي هتحددها واحنا ان شاء الله موافقين عليها. اوكي، بس بشرط ان السواقين يكونوا عندي من الهيئه، وده طبعا بعد الساده المحافظين لما يدرسوا المشروع يوافقوا عليه. انا بالنسبه لي موافق وبشده جدا على المشروع ده، وشايف انه هيبقى اضافه وفرصه كبيره للدوله. ده مصلحة الجمارك هتحصل من وراه مش أقل من 40 مليون جنيه، وهكله هيصب في خزينة الدولة. أيوة كده، سمعنا صوتك يا باشا بالظبط كده. وإحنا ناويين إن شاء الله طبعا نتوسع في المشروع ده يا رب من اسكندرية لأسوان. أنا بقى بالنسبة لي محتاج أدرس الموضوع علشان خاطر لا أظلمكم ولا أظلم المحافظة. يا جماعة أنتوا عارفين محافظة القاهرة حساسة شوية، وأي حاجة فيها ممكن تأثر عليها وتتقلب الدنيا فيها أو تعدلها. معاليك معليك بس يا باشا، اديهم موافقة مبدئية وهيحصل قطع الاجتماع بين محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة وهيئة النقل العام وشركة الريان عشان نشوف ايه المقترحات عشان نقدر نحدد من خلالها اماكن المحطات ونعمل محطات جديدة. ليه؟ ما عندنا المحطات بتاعت هيئة النقل العام ممكن نستخدمها. هنستعمل محطات النقل العام، بس كمان بعد اذن حضراتكم هننشئ محطات جديدة علشان الخطوط بتاعت الاتوبيسات بتاعتنا الجديدة، يعني يبقى من ده وده. على العموم كل الحاجات دي هندرسها وهناخد قرار نهائي بشأنها. واحنا من ناحيتنا يا فندم ان شاء الله جاهزين، شركه مرسيدس والسفير الالماني عندهم استعداد يمضوا العقد في اي وقت. طب واحنا مش هنطلع المانيا عشان نعاين الاتوبيسات اللي هتمشي في شوارعنا، ولا راي سعادتك ايه يا سياده المحافظ؟ امال ايه يا ابو ذكري بيه؟ ده انت هتروح المانيا، ولو عاوز تروح الهند كمان هتروح. نكت برضه. نقرا الفاتحه بسم الله. على ايه يا حاج احمد؟ على كل خير يا باشا، ان ربنا يوفقنا. دي الفاتحه حلوه. الفاتحه. شوف يا حاج، احنا قدامنا 4 اسابيع على الاقل وشحنه الدوره الصفراء توصل. كويس قوي، ادي مواعيد التجار بعد شهر ونص يا حاج. ماشي يا حاج محمد. وبالنسبه للاتوبيسات، اول شحنه جايه ان شاء الله الاسبوع الجاي. وشوف يا حاج، احنا دفعنا ثمنها بالكامل وحسب الاتفاق. حلو قوي، على البركه ان شاء الله. يبقى اطلعوا على جراشات المحافظه عدل لحد ما ناخد التصريح النهائيه بتاعتهم. دول 200 اتوبيس، بدل ما ناخدهم ونرجعهم تاني، مش اتوبيس ولا 2. ماشي يا حبش،
بس بشرط تستلمهم اتوبيس اتوبيس وبنفسك، وتسلمهم برضو بنفسك اتوبيس اتوبيس يا حبش. يبقى كده حاج بقى انا هاخد معايا مندوب من المحافظه عشان انا استلم واسلمه على طول في نفس اللحظه. عفارم عليك يا ابو الحبايش يا جامد. ربنا يخليك يا حاج محمد. من فضلك انا طمعان في اتوبيس استعمال شخصي ليا، انت عارف اوراقي كترت اليومين دول. ماشي يا حبش، خد اتوبيس. يعني الفلوس راحت علينا؟ ما راحتش ازاي؟ ما انت بتقول ان مفيش تصريح للاتوبيسات، يعني المشروع باظ والفلوس راحت. طب انا عايز اعرف مين اللي عمل كده وليه؟ امال اسال مين لما ما اسالكش انت؟ انت مش عارف ايه؟ طيب انا عايز الاتوبيسات اللي احنا جبناها وحطيناها عندكم في المخازن. ازاي يا باشا؟ ما ينفعش. حقها. تمام. لا خلاص يا باشا، انا هبعت لحضرتك الفواتير والورق بتاع الاتوبيسات وانتوا تبعتوا لنا الفلوس على راحت. لما انا ياما سمعت الكلام ده يا باشا. تمام يا باشا. ايه يا عم احمد، في ايه انت كمان؟ في مصيبه يا محمد، في مصيبه. انا مش عارف ايه اللي بيحصل لنا ولا ايه اللي بيجرالنا. موضوع النقل باظ. ايه يا نهار اسود؟ ومش هيدونا الاتوبيسات، هيدونا الفلوس وبالتقسيط المريح كمان. طب اوعى تقول لفتحي بقى الاحسن ده في المستشفى. مستشفى ليه؟ تعب فجاه ونقلوه على هناك. انا كنت جاي لك اصلا عشان اخدك ونروح مستشفى ولا المصحه يا احمد؟ المصحه اللي كان فيها قبل كده. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، لكني أسألك اللطف.